السيدة زرواطي انتقلت من عالم الإعلام بكل جماله إلى عالم السياسة أيضا بكل جماله، لأن حتى السياسة فيها جمال معين. فكيف أثرت التجربة الإعلامية على أدائك السياسي؟ والله التجربة الإعلامية صقلتني، كما نقولوا كونتني. التجربة الإعلامية تعرضت فيها لكل الحالات، لكل الأحاسيس، طبعا كثير من الأشياء. التجربة الإعلامية ما هيش مكتب وإدارة والناس، هي فيلينج، هي التواصل دايما نازل طالع، سيارة مكاش الأخر ذلك، هديك دارك مونتاج ونحاك، تتعاملي مع الأورجنس. اللي مليح عندي في اللي صنعني أنه قدمت رئيس التحرير، أشرفت على البرامج. نعم. في كل مرة كان عندي تشالنج، في كل مرة شتتها واحد يطول حاجة كأنها لأول مرة. نعم. نعم. أي حاجة درتها وكأنها لأول مرة. مش نبذل جهد، صدقني، غير برنامج ما نرقدش. أنا درت مرة كنت الخط إلا لجل الضيوف، ما عندوش ضيف باش يروح، أنا نوصله بسيارتي. يعني شد هذيك، نحاول نوفر كل الظروف باش نقدر نوصل ندير حصة وكأنها بنتي. وهذه المشاهدين ما يعرفوهاش وما يشوفوهاش. ما يشوفوهاش، كنت وراء الكاميرا. هم كاينين صحفينا ما حنتبعونا، كانوا خواتاتي وخاوتي، وكنا مضينا وقت كبير. هذاك الحرص هذاك خلاني اكتشف في نفسي انه كل عثره كنت اعتبرها فرصه. وهل هذا خلاك؟ وكل باب كان يتغلق في في وجهي كنت اعتبر انه انا يجب ان افتح باب يكون ربما مش هذا هو الباب اللي احتاجه. اي تنقيص من قيمتي عشته ولا اي شيء ولا اي امور حدثت كنت فيها كل الخير. يعني كل هذه القيم اللي عشتها في عالم الاعلام لقيتها في مجال السياسه، في انتقالك الى المجال السياسي. انتقال لمجال السياسي لا يمكنك ان تاتي من العدم وتدير السياسه، هذا هذا جي. هذا هذا هراء هذا. نعم. ناس جايه من نيل باغايور، ما لا يمكن. السياسه في حد ذاتها باش تديرها لازم تكون انت عندك تراكمات كبيره، لانه راه لازم تتعلم الصبر، تتعلم الكلام الموزون، تتعلم التواصل الدائم، تتعلم انه عندك حقيقه قادر تبرور افكار، قادر تقرا المرجعيات، قادر تقدم البدائل، قادر تخدم وتوصل اشياء انت شايفها كعنصر في هذا البلد تاعك، انك ملم على الاقل بما يجمع الأغلبية، لأنه عندنا محددات في البلد، عندنا محددات بينا. نعم. عندنا أطر بينا، لكن البقية يحتكم إلى العقل ويحتكم إلى أنك عندك نظرة وعندك استشراف وعندك كذلك إلمام وعندك مثابرة يومية، مشي راقد ومن بعد إيه واش قالوا، وتروح تسمع الواحد يجوز في اليوتيوب ايه قال، والله غير صح عنده الحق، مالك انا دوك نبني خطابي على هذا واش قال، بعد نتبع الاخر.